مع إعلان إن روبرت داوني جونيور أيرون مان راجع تاني عالم مارفل السينمائي في دور دكتور دوم، واحد من أقوى وأهم أشرار مارفل، شرير فخم وقوي جدا. بس إزاي أيرون مان هيبقى دكتور دوم؟ مارفل هتلعبها إزاي؟ فهنا حبيت أرجع شوية معاك لقصة من الكوميكس أيرون مان فيها بيتحول لشرير طاغية مستبد بيحكم قبضته على العالم كله وعايز يقتل كل المتحولين. دي أقرب قصة لأيرون مان بيتحول فيها الدكتور دوم. قصة جميلة جدا من افضل قصص الكوميكس اللي انا قريتها واللي انا اتكلمت عنها، حبيت افكرك بيها وارجعك شوية تعرف ليه ايرون مان يتحول لشرير. بس قبل ما نبدأ تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل فولو سريع للناس لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى، ويلا بينا. في مدينة نيويورك في عاصمة العالم، هذا الكون لن ترى مثله من قبل، إنه مختلف عن العوالم التي نعرفها. على هذه الأرض تم انتشار الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية، ولكن في الأزمات العظيمة يأتي دور القادة العظام. العالم كان يحتاج إلى قائد قوي قادر على اتخاذ القرارات الصعبة، قادر على حمل آلام البشر فوق أكتافه والنهوض من جديد. وهنا يأتي دور أيرون مان. كان هذا القائد القوي لم يصبح فقط رئيسا للولايات المتحدة، ولكنه كان أيضا إمبراطورا للأرض بأكملها. طريق السلطة كان صعبا للغاية، ولكن في النهاية توسل له كل من في الأرض من أجل أن يصبح قائدهم. ولكن الحقيقة التي لا يعلمها الناس أن توني ستارك قد خطط لكل شيء منذ البداية، فقد كان يعلم الحقيقة الأعظم. إن كنت تريد القوة فلا تستحوذ عليها غصبا، كل ما عليك فعله هو أن تجعل العالم مكان ضعيف بما فيه الكفاية ليرونك منقذهم الوحيد. منذ عشرات السنين بدأت حرب المتحولين، شن ماجنيتو والميوتنز حرب شاملة على البشر، والهدف كان إبادة الجنس البشري بالكامل. كل الأفنجرز والأبطال تجمعوا في معركة طاحنة ضد المتحولين، معركة دمرت تراب أمريكا ونشرت الخوف والإرهاب بشكل لم يروه من قبل. تم قتل وذبح الكثير من الأبطال والمدنيين، ولكن الحقيقة التي لا يعلمها أحد أن توني ستارك بنفسه كان بيمول الحرب دي. هو اللي دفع ماجنيتو شحن غضبه ضد البشر، هو من خان جنسه، والمقابل انه اتفق مع ماجنيتو لما تنتهي الحرب وينتصر الميوتنز ايرون مان هيكون قائد ما تبقى من البشر. بس دي كانت خدعة. ايرون مان استغل الحرب اللي بدأها، وبعد ان اشعل القتال بين المتحولين والبشر قام بخيانة ماجنيتو. طعنوا طعنة غائرة في صدره وقتلوا امام انظار العالم كله عشان يقنعهم انه بطل، انه قائد. وعشان يضمن صعوده للسلطة اطلق فيروس فتاك دمر محاصيل الارض بالكامل وقتل كل الابقار والخراف في العالم. انتشرت المجاعة ومعها انتشر الفزع بين الناس، كانوا محتاجين حد ينقذهم. وهنا بيظهر توني ستارك للمرة التانية. شركته بتصنع لقاح للفيروس اللي نشره، وفي اقل من سنة واحدة رجعت بطون الناس مليانة من جديد. تم تكريمه وحصل على جائزة نوبل للسلام، وبعدها على طول الناس طلبوا منه انه يكون رئيس لامريكا، اترشح وفاز باكتساح بدون منازع. وهنا بدأت المرحلة الجاية. نشر فيروس تاني في اسيا واوروبا، وبعد ما سواهم بالارض الدول دي طلبت مساعدته، فداهم اللقاح واعلن نفسه امبراطور للارض بموافقة جميع البشر على الكوكب. امريكا احتلت مكانتها تاني كاقوى دولة في العالم، ولم يبقى احد من الابطال للصمود امامه. عمره ما طلب منهم السلطة او النفوذ، كل اللي كان عليه انه يعمله انه يضعفهم بما فيه الكفاية ويستغل خوفهم عشان هم اللي يتوسلوا ليه يكون قائدهم. وعندما ركع العالم كله تحت اقدامه اتبقى دكتور دوم، كان العدو الوحيد المتبقي امامه. في البداية ايرون مان عقد معاه اتفاق وطلب منه يهجم على العاصمة ويقتل كل السياسيين والمرشحين للرئاسة. دوم نفذ جانبه من الاتفاق، دمر العاصمة بالكامل وقتل كل السياسيين، وأثناء الفوضى والدمار قتل برضو الكثير من الأبرياء. وهنا أيرون مان بيخونه، بيرمي اللوم عليه، بيوصفه بالإرهابي، بيخوضوا معركة ضخمة، هجوم دمر الأرض بالكامل. أيرون مان كان مستعد ومستحيل يسيب دوم على قيد الحياة، مستحيل يكون ليه منافس. تقاتلوا هما الاتنين أمام أنظار العالم. دوم حاول الصمود على قد ما يقدر، ولكن أيرون مان قدر يغفله، أطلق أشعته الحارقة على صدره وقتله على الفور. ومع سقوط دوم تم إسقاط آخر الأبطال والأشرار على الأرض. في البيت الأبيض في مقر رئاسة أيرون مان بيخش عليه واحد من مساعدينه وبيقول له: سيدي، رئيسة الجريدة الوطنية بتنتقدك في عنوان على الصفحة الأولى للجريدة، أنا عايزك تفصلها. تفصلها هنا قصدك إننا؟ أيوة، اقتلها، الإعلام مجرد أداة بتعمل لصالحنا، أنا تعبت من اتهاماتها ونقدها المستمر، مش عايز معارضة هنا، أستأذنك دلوقتي، محتاج أروح أعالج جسمي المكسور من قتالي مع دوم. بيخش على عيادة سرية في
قاعدة الأرض، بيقعد على كرسي، وهنا بتخش عليه دكتورة وبتقول له أستأذنك أشيل الهولوجرام. شيليه، بتشيل الهولوجرام وبيظهر وجه أيرون مان الحقيقي، شكله المقزز الغريب، جلده الحقيقي، أثر القتال مع هالك ودوم بعد أن احترق وجهه بالكامل وامتص أشعة الجاما. بيكمل أيرون مان كلامه، فكريني أنا ما قتلتكيش ليه؟ يمكن عشان أنا أفضل جراح التجميل على وجه الأرض، وانت محتاجني لو في فرصه لتغيير شكلك يا سيدي. عندك حق. بيخش عليه مساعد ايرون مان وبيقطع كلامهم، بيندهش من منظره الحقيقي وبيعتذر على التدخل في وقت غير مناسب. هنا ايرون مان بيشتد غضبه وبيفعل الهولوجرام بسرعه صارخا عايز ايه. بيخاف المساعد وبيرد بتوتر، قدرنا نعرف مكان اخر قاعده للانهيومنز على الارض، عايزنا نبدا الهجوم امتى؟ في مكان اخر، في مدينه اتلانتا. بيقف اركاتوس امام الزعيم وبيقول له سيدي احنا محتاجين نطلع السطح، لازم نصلح الحمالات اللي بتسند القبة اللي بتغطينا، وإلا هيتم غرق المدينة بالكامل. ولكن للأسف لو طلعنا السطح ايرون مان هيكتشف مكاننا، ده لو ما اكتشفوش دلوقتي. بيقعد قدامه على العرش بلاك بولت قائد الانهيومنز، مش بينطق كلمة، همسة واحدة منه قادرة على تدمير جبل، وصرخة واحدة بتدمر مدن بالكامل. وجنبه الملكة سو ستورم، عضوة في فريق الفانتاستيك فور سابقا وزوجة بلاك بولت حاليا. في هذا العالم الانهيومنز اضطروا انهم يعيشوا كالفرائس مستخبيين في مدينة اتلانتس تحت المحيط، فمع قسوة ايرون مان وسيطرته لا يوجد فرصة امام البشر. وضمن خططهم للبقاء على قيد الحياة كانوا بينقلوا مدينتهم من مكان للتاني، دايما خايفين، دايما مطاردين. سو بتقطع صمتهم، خدنا للسطح يا اركاتوس وابدأ الاصلاحات دلوقتي. بيخرج مساعدين بلاك بولت من القصر وبيبدأوا كلام سوا. جورجون بيقول ما كنتش فاكر ان اليوم ده هيجي يا اركاتوس، كنت بوهم نفسي بالسلام. اركاتوس بيرد لا يا جورجون، كلنا كنا بنتمنى نتفادى الهجوم، بس البشري ده الوحش ستارك مش مكتفي بانه يحكم الارض وعالم البشر، عايز يحتل الكون باكمله، وعارف انه مش هيعرف يعمل كده من غيرنا، من غير قوة الانهيومنز. احنا بالنسبة له مش كائنات حية من لحم ودم، لا احنا بالنسبة له مجرد قطيع، هيقوم علينا باسوأ التجارب والتعذيب، هيشرحنا ويقتلنا عشان يكتشف سر قوتنا، وهيسخرنا كعبيد لغزو الكون بالكامل. في الوقت ده سو بتروح لمقر الابحاث ومركز القيادة الرئيسية الاطلانتس، والراوي بيحكي لنا اللي حصل. كانت سو زوجة ريد ريتشاردز اللي اكتشفت خطة ايرون مان اثناء حرب الميوتنز، ولما عرفت خطته كان فات الاوان. توني كان ساعتها قتل ريد جوزها، وميدوسا زوجة بلاك بولت، وعشرات من الابطال الخارقين. مع الوقت سو ما لقيتش غير احضان بلاك بولت تترمي فيه وترتاح، ولو لوهلة بسيطة من الحزن على فراق زوجها ريد. حبوا بعض واتجوزوا، وهنا بتيجي سخرية القدر. سو في حياتها ما حبتش غير اتنين، ريد راجل عبقري مش بيتوقف عن الكلام، وبلاك بولت قائد قوي مش بيعرف ينطق كلمة. وعلى الرغم من ان الاتنين عندهم جفاف عاطفي، الا انها حبتهم من قلبها. في الوقت ده ايرون مان بيصدر اوامره لجنوده بالهجوم على مقر الانهيومنز، ما تقتلوهمش، استحوذوا عليهم باقل خسائر ممكنة. بينطلق جنوده بآلاته المعدنية المصفحة اللي صنعها من اجلهم في اتجاه مدينة اتلانتس. بتبدأ المعركة بين الانهيومنز وجيش ايرون مان. الانهيومنز بيتصدوا لهجماتهم، بيخضعوهم وبيحاولوا يتمسكوا بمراكزهم عقبال ما الاصلاحات تنتهي، ولكن جيش ايرون مان كان لا يقهر. على الرغم من سقوط بعض الآلات، الا ان البقية قدروا يهزموا الانهيومنز. استحوذوا عليهم في سجن ناري مصنوع خصيصا للابطال لاستحواذ قدراتهم، ولسه هيكملوا هجوم على المدينة ويستحوذوا عليها بالكامل. بتتم الاصلاحات، واركاتوس بيسمع اشارة من سو، بقية الانهيومنز كلهم داخل المحيط، نحن في امان، اكرر نحن في امان. اركاتوس اول ما بيسمع الكلمات دي بيضغط على طول على زر عملاق، بيفعل كرة من الطاقة بتحيط بالمدينة بالكامل وبتمنع هجمات جيش ايرون مان. المعركة بتنتهي، والراوي بيكمل القصة. قبل ما يبقى توني ستارك رئيس، جالاكتوس ملتهم الكواكب حاول تدمير عالمنا، ولكن وقف له الابطال بالمرصاد، خاضوا معركة ضخمة ضده انتهت بسقوطه فاقدا قدرته على الحراك وبيلفظ انفاسه الاخيرة. وهنا بيتدخل ريد ريتشاردز، بيعرض على جالاكتوس انه ينقذ حياته، وفي المقابل بياخد منه وعد انه مش هيهجم على الارض تاني. جالاكتوس بيوافق على العرض، ولكن ريد ريتشاردز عشان يضمن انه هيلتزم بكلمته خلاه يديله جهاز بيفعل درع من الطاقة حوالين الارض. جالاكتوس نفسه غير قادر على اختراقه. قبل ما يموت ريد ريتشاردز على ايد ايرون مان، ادى الجهاز ده للانهيومنز يحموا بيه نفسهم من ايرون مان لو تطلب الامر. ففي النهاية
كان ريد يعلم جيدا أن جالاكتوس لم يكن الوحش الوحيد الذي يمثل تهديد على الكوكب، فبعض الوحوش قد ولدت هنا. بعد انتهاء المعركة بيقف ايرون مان في مكتبه يشعر بالهزيمة، بيأمر أتباعه بالاستمرار في الهجوم وهو عارف من جواه أن كل هجماتهم دون جدوى. فجأة بيحصل انفجار ضخم في مكتبه، ايرون مان بيلتف وراه في فزع مجهزا أسلحته وبيصرخ: اقفوا جميعا مكانكم دون حراك، دون همسة واحدة، وإلا هقتلكم كلكم في أقل من الثانية. بيسمع صوت من وراه: مرحبا أيها الرئيس. بنبص قدامنا وبنلاقي فريق كامل واقفين قدام ايرون مان، هالك وستورم وسبايدر مان وانجل وفيجن، وامامهم جامبت. جامبت بيبدأ كلامه: نحن فريق الويبن اكس، انا جامبت، ونحن هنا لنعيد الامور لطبيعتها. ايرون مان بيوجه دراعه عليهم مصرحا: اياكوا تتحركوا انش واحد، وإلا هقتلكوا كلكوا، انتوا عايزين ايه؟ جامبت بيرد: احنا فريق بنسافر عبر الاكوان الموازية، مهمتنا الوحيدة هي اصلاح الخطوط الزمنية في كل كون عشان نقدر نرجع لعالمنا، مهمتنا اننا نساعدك في حربك ضد الانهيومنز عشان ننتقل للكون اللي بعده، وهكذا لغاية ما نصلح الخطوط الزمنية في كل الاكوان ونعود للوطن. ايرون مان بيرد: كذاب، ايه اللي يثبت لي صحة كلامك ده؟ جامبت بيرد عليه: سيدي الرئيس، احنا مش بنكذب عليك، اللي قدامك ده جهاز اسمه تاليس، بيعرفنا كل حاجة عنك وعن عالمك بالتفصيل. كل حاجة عني؟ انا الرئيس، العالم كله يعرف كل حاجة عني، بس ما يعرفوش انك قتلت ابوك، صح؟ ايرون مان بيتصدم لما بيسمع كلماته، مش بينطق كلمة. وجامبت بيكمل: مفيش حد يعرف، صح؟ انت نفسك احيانا مش بتصدق انك قتلت ابوك، كان عندك 14 سنة ساعتها. ما تقلقش، مش هنقول لحد، بس زي ما قلتلك التالس بتعرفني كل حاجة، كل سر مظلم في حياتك، وانت اكتر نسخة شفتها الايرون مان مفيش جواها غير السواد. ايرون مان بيسمع كلماته وبيسكت لثواني، بيهدى وبيبتسم وبيقوله: لقد حصلت على انتباهي، تعال نتكلم خارج القصر. بيتكلموا خارج القصر، وجامبت بيقوله ان حصن الانهيومنز المنيع قادرين على اختراقه. بعد ما ريد ريتشاردز ادى الجهاز للانهيومنز، ادى مفتاح سري قادر على تعطيل درع الحماية لستيفن سترينج وواندا في حال لو نظام الحماية او الدرع ده استحوذ عليه الشخص الخطأ. كل ما عليك تعمله انك تسرق المفتاح ده، وهتبقى قادر على تعطيل دفاعات اتلانتس والهجوم عليهم. ايرون مان بيرد: المشكلة مش في دكتور سترينج او واندا، المشكلة في واندر مان. أثناء حرب الميوتنز هالك اتجنن، الطريقة الوحيدة للقضاء عليه كانت إني أوجه قنبلة نووية عملاقة ممتزجة بأشعة الجامة. القنبلة قامت بدورها وقتلت هالك، بس واندر مان ساعتها كان موجود في ساحة القتال، امتص الغازات المشعة من القنبلة دي، ده غير إنه امتص قوة هالك بنفسه وهو بيتدمر بالكامل، اتحول لكيان لا يمكن إيقافه. واضطريت أعقد معاه اتفاق إنه يبعد عني وأنا أبعد عنه، ومحدش فينا يتدخل في أمور التاني. واندر مان اتغير بعد الإشعاع اللي خده، بقى مضطرب نفسيا ودايما بيتألم. هنا قرر سترينج وواندا انهم يضموه لعائلتهم ويبعدوه عني بشرط اني اسيبهم في حالهم. جامبت بيرد: ما تقلقش، هنحاول نسرق المفتاح ده من غير اي خسائر ممكنه، التالس قالت لي مكانهم، بس لو سرقنا المفتاح من اجلك ابعد عن طريقنا لغايه ما نسيب عالمك. ايرون مان بيرد: حسنا. على جزيره هاواي بيعيش واندر مان وواندا ودكتور سترينج بعد ما خسر رجله الاثنين في حرب الميوتنز في قصر عملاق، بيعيشوا حياه هادئه بعيدا عن جنون ايرون مان وسيطرته. واندر مان وواندا بيقرروا ينزلوا يسبحوا شويه في البحر. في الوقت ده بيقتحم فريق الويبن اكس المقر بتاعهم. دكتور سترينج بيحس بوجودهم، بيأمرهم يكشفوا نفسهم، ولكن فجأة بيتم اطلاق عليه مادة مطاطية بتحاصر جسمه بالكامل وبتحبس انفاسه وبتمنعه من الكلام. سبايدر مان بينقض عليه وبيقوله: اسف يا دوك، مش هنسمح لك تصرخ طلبا للمساعدة، مش عايزين نزعج الراجل الكبير وندفعه يطاردنا. هنا بيظهر واندر مان بحجمه العملاق وحضوره الرهيب: مين قال اني بخطط لمطاردتكم؟ بيسدد لكمة الهالك بمنتهى القوة، بيدفعها خارج حيطان القصر للشاطئ. بعديها بيبدأ هجومه على باقي أعضاء الويبن إكس، بيطيح بيهم وبيرميهم كأنهم عرايس في كل مكان، بيصرخ وبيقول: انتوا مش هتمشوا من هنا أحياء، أنا هقتلكم، هقتلكم كلكم. بتندفع عليه هالك وبتشيله بكل قوتها، بترميه على الرمل بعيد عن فريقها. هنا بتظهر واندا بتستخدم قوتها السحرية وبتطلقها على ستورم صارخة: ممكن تعرفوني انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا شفتكم كلكم بتموتوا في حرب الميوتنز، ازاي رجعتوا تاني؟ ده غير انكم كنتوا دايما في جانبنا، ايه اللي قلبكم علينا دلوقتي؟ سبايدر مان بينتهز الفرصة، بينقض عليها وبيكتفها وبيوجه كلامه لواندر مان قائلا: ايوه ايها الرجل الكبير، استسلم والا قتلت المرأة المثيرة دي. واندا بتصرخ: اتركني والا ستندم اشد الندم، اتركني قبل فوات الاوان. بيتجنن واندر مان، بيبدأ في التحول، بيصرخ بغضب، صوته بيهز الجزيرة كلها من قوته. واندا بتبدأ في البكاء وبتقول: كان بيعمل كل حاجة في استطاعته عشان يسيطر على نفسه ايها الحقير، تهديدك ليا افقد السيطرة، والان
سينتهي كل شيء. بينقض واندر مان بكل قوته على سبايدر مان، بينزل عليه بقبضته الاثنين، بيدفعه بعيد عن واندا. هنا جامبت بيكتشف ان الحل الوحيد قدامهم لايقافه هو نقله لمكان اخر. بيرمي بجهاز على التل المقابل لواندر مان، الجهاز بيتفعل وبيفتح ثقب اسود بيمتص واندر مان وهالك بداخله للنيجاتيف زون، الكون السلبي بعيدا عن الارض عن العالم ده. بتنتهي المعركه وبيقدر فريق الويبن اكس بالحصول على المفتاح. بيرجعوا للبيت الابيض وبيسلموه لايرون مان. دلوقتي توني ستارك بقى معاه القدره للهجوم على اتلانتس وايقاف الانهيومنز للابد. في مقر اتلانتس تحت المحيط يقبع بلاك بولت على عرشه وحيدا مكسورا، عارف ان نهايته نهايه شعبه قربت، شعبه متعب، رفاقه هربوا لفتره طويله جدا، اطفالهم لا يعلمون معنى السعاده، عاشوا طيله حياتهم في خوف، تربوا على كراهيه البشر، فقدوا فخرهم وكرامتهم منذ وقت طويل. ولكن بلاك بولت سيحرص على اعطائهم بريق من الامل، لا مزيد من الخوف، لا مزيد من الغروب، سيضمن ان لا يستطيع احد اصطيادهم مرة اخرى للابد. بتخش سو ستورم على بلاك بولت. في الفترة الاخيرة كان عازل نفسه اكتر من العادة، قاطع كلام، حتى اشارات جسمه توقفت. وبعد جوازهم الطويل صوت علمت تفهم لغة جسده واللي عايز يوصله بايده وجسمه دون كلام، بس المرة دي جوزها بعيد عنها مش عارفة توصله. بتبدأ كلامها وبتقوله انت بتقرأ الكتب دي ليه؟ دي كتب عن شعوب تم ذبحها على مر العصور، الامريكان الهنود، الافارقة العبيد، شعوب منغوليا في الصين واليهود. ليه يا حبيبي بتقرأ الكتب دي؟ بتحاول تلاقي ايه؟ مفيش طريقة هنا لهزيمة ايرون مان. بلاك بولت بيمد ايده على كتاب يهودي قديم جدا. هنا سو بترد ايوه انا عارفة قصة ماسادا، ليه بتوريها لي؟ وهنا بتدرك الحقيقة، بتبصله بفزع والدموع بتنزل من عينيها. لا ارجوك الا ده الا ده، بتقرب منه وبتحضنه وبتكمل ايات ارجوك اكيد في طريقة تانية، احنا مش هنقدر نعمل كده مش هنقدر. في مقر ايرون مان، ايرون مان واقف امام اتباعه وجنود مرتزقة وفريق الويبن اكس. بيوجه كلامه لجامبت وبيقول له انت اللي هتقود المعركة دي على جزيرة اتلانتس. جامبت بيرد احنا عملنا اللي علينا وسرقنا المفتاح من اجلك، وانت اديت وعد انك هتسيبنا في حالنا لغاية ما نرجع عالمنا. ايرون مان بيبتسم وبيكمل انت قوي يا جامبت، ما عندكش رحمة، قدرت تهزم اقوى مخلوق على الارض واندر مان، دي حاجة انا ما عرفتش اعملها، ده غير ان فريقك بالكامل هو الخسران لو ما نفذتش اوامري. لو انا خسرت اما هتفضلوا على الكوكب الحقير ده او هتنتقلوا لكون موازي ملتوي ومرعب اكتر من ده، عقابا ليكوا على عدم تنفيذ المهمة. الرهان اكبر معاكوا وانا محتاج حد زيك عنده كتير ممكن يخسره يقود جيشي. جامبت بيبصله وبيردد موافق. بتبدأ المعركة الاخيرة. بلاك بولت بياخد جزيرة اتلانتس بالكامل على السطح، عنده خطة لضمان مستقبل الانهيومنز. سو بتقبله وهي بتعيط، كان صعب اقناعها بس ده الحل الوحيد قدامه. اللي ما يعرفوش ان هي كمان عندها خطة ما قالتلوش عليها، خطة عمره ما هيوافق عليها، بس هي مش هتعرف تعيش مع نفسها لو ما نفذتش الخطة دي. كدبة صغيرة ليها عواقب وخيمة. سو بتودع جوزها وبتسيبه على جزيرة اتلانتس لوحده وبتمشي بكسرة مبتعدة عن المكان. جامبت بيأمر اتباعه بالهجوم على الجزيرة، بينقض فريقه وجنود المرتزقة والانهيومنز اللي سيطروا عليهم على الجزيرة بكل قوتهم. بتبدأ المعركة، القتال بيشتد، صواريخ بتندفع على المدنيين وجنود بلاك بولت بيقدروا يقتلوا الانهيومنز واحد ورا التاني. فيجن بيغرس ايده في قلب كراكن دراع بلاك بولت اليمين وبيغفله وبيفعص قلبه بايده وبيقتله. بيتساقط الانهيومنز كالذباب، جامبت بيطيح بيهم واحد ورا التاني، وفريقه بيركبوا المفتاح في الجزيرة عشان يمنعوا بلاك بولت من تفعيل نظام الحماية والدرع اللي بيحيط الجزيرة. بلاك بولت بيتفرج عليهم من فوق، بيشوف اتباعه بيموتوا واحد ورا التاني. هو دلوقتي مستعد، حان الوقت اخيرا، كل اتباعه مؤمنين بيه، الانهيومنز واطفالهم بيبصوا له بفخر، الشعوب البدائيه المستخبين في الكهوف في اعماق الجزيره ممتنين انه ساعدهم، كلهم مؤمنين ان ده فعلا الحل الوحيد، جه الوقت انهم يعتنقوا قدرهم. المعركه لسه مستمره، بيتم قتل جنود الانهيومنز بالكامل، واثناء المسبحه دي بيظهر صوت الراوي اللي بيكمل قصته وبيحكي لنا في قصه اثرت على بلاك بولت والهمته لتنفيذ خطته. من قديم الازل تم تدمير عاصمه اليهود ومعبدهم من جنود الرومان، وده خلى اللي اتبقوا من اليهود وكانوا حوالي 1000 يلجأوا للجبال، احتموا بجبل هناك وكونوا حصن ضخم وعاشوا فيه عشرات السنين لغاية ما جه الامبراطور الروماني سالفا زحف بجيشه بالكامل اتجاه مقر اليهود الجديد، كون هناك مخيمات وصنع مجانيق عملاقة محملة بالصخور وألقاها على حصن اليهود. وهنا أدرك الألف يهودي وأبنائهم الحقيقة إن نهايتهم محتومة وإنهم لن يستطيعوا الفوز بالمعركة، ولذلك قرروا أن يسرقوا من الرومان
ايرون مان انتصارهم، مش هيعيشوا كعبيد، يتم معاملتهم كالقطيع وتعذيبهم، اولادهم واولاد اولادهم مش هيعيشوا حياه بائسه تحت اغلال وسلاسل الرومان، اختاروا يقتلوا نفسهم قبل ان يتم استعبادهم، فالموت بكرامة أهون من العيش كعبد. بيخش جنب جزيرة الانهيومن وبيتفزع من المنظر اللي عينيه شايفاه. ايرون مان بيتصل بيه لاسلكيا وبيقول له ها ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل قدامك؟ جنبت بيرد بفزع لسانه غير قادر على التعبير، ميتين كلهم ماتوا يا إلهي كلهم ماتوا، الأطفال والنساء والشيوخ مئات من الانهيومنز اختاروا الموت على انهم يعيشوا في اهوال الذل والعبودية ويتم تعذيبهم على ايد ايرون مان. هنا جنبت بيصرخ لاتباعه ده فخ، لازم نهرب من هنا، لازم نخرج من المدينة على الفور. قبل ما بيكمل كلامه بيظهر وميض ابيض بينقلهم كلهم لعالم موازي. هنا جنبت بيردد يا الهي هي دي كانت مهمتنا من الاول، ما كانش المفروض نهزم الانهيومن، كان المفروض. وقبل ما بيكمل كلامه اعضاء فريق الويبن اكس كلهم بيختفوا من الارض. بلاك بولت بيطير في السماء والراوي بيكمل قصته لما امبراطور الرومان اقتحم حصن اليهود اخيرا ولقاهم كلهم ميتين قدام عينيه. بص لجثثهم المتعفنه وقال نحن فزنا، فزنا بصخره فارغه. قصده بعد كل اللي عملوه ده في الاخر ما خدوش حاجه، لان كده كده اليهود قتلوا نفسهم وحرموهم من الانتصار. بيطير بلاك بولت للسماء فوق الجزيره بيقلع ملابسه كلها. في لحظاته الاخيره كان بيتمنى لو ايرون مان يفتكر قصه اليهود والرومان، الاسطوره تدق في ودانه وتعرفه ان عهد الظلم مسيره في يوم هينتهي لا محاله. بيجمع طاقته كلها وبيصرخ باعلى صوته، صراخه المدوي بيدمر الجزيره بالكامل، بيرن في ارجاء المكان وصدى بيسمعه البشر في ارجاء الكوكب. جيش ايرون مان بيتدمر بالكامل ومعاه بيموت بلاك بولت بعد ان افنى حياته من اجل شعبه، متمنيا ان يتردد اسمه في اذان الطاغيه ايرون مان. اما في مقر توني ستارك في الحديقه بتاعته بيقف ناظرا للسماء مدركا ان بلاك بولت حرمه من انتصاره. مع موت الانهيومنز ما تبقاش حد يعمل عليه تجارب او يعذبه، قضى على حلمه في استعمار الكون وبناء جيش من الجنود الخارقين، مفيش حتى جثث يقدر يستعيدها لان صراخ بلاك بولت بخر اجسامهم بالكامل. هنا الراوي بيكمل قصته. اللي ما يعرفوش ايرون مان ان بلاك بولت استأمن سوء على 300 من شعبه، تاخدهم في مكان بعيد معزول عن البشر، بعيد عن سيطرة ايرون مان عشان يستعمروا الارض. ربما اولادهم او احفادهم هينهوا عصر الطاغية ويحققوا السلام للارض. سو بالفعل نفذت كلام جوزها وخدت ما تبقى من الانهيومنز لمكان امن، ولكن في حاجة نسيت تقولها له، خطتها لضمان مستقبل العالم. ايرون مان قاعد في حديقته وحيدا، فجأة سكينة بتتغرس في رقبته من ورا ظهره، رقبته بتنزف بقوة، بيبدأ يصيح ويقول كلمات مش مفهومة كطاغية مجنون، بيكح دم ولسانه عاجز عن طلب المساعدة، بيظهر وجهه الحقيقي. وهنا سو بتغرز السكينة للمرة التانية في ظهره، بيصرخ ايرون مان، اتباعه بيقتحموا الحديقة، سو بتبص لهم وهي بتعيط، بعدها بتغمض عينيها وبتقول بصوت خافت ألقاك قريبا يا حبيبي، بتستسلم للنهاية. جنوده بيطلقوا عليها عدة طلقات، الطلقات بتخترق جسمها وبتسقط على الارض قتيلة بجانب جثة ايرون مان بعد ان خلصت العالم اخيرا من شره. الراوي بيكمل قصته في العصور القادمة سيعلم العالم اجمع بالحقيقة بالرعب الذي عاشوه في عهد هذا الظالم المتجبر. اولادهم واحفادهم سيعلمون انه تم التضحية بحضارة باكملها وامرأة احبت ملكها لتحرير الارض من ايدي هذا الوحش. وتنتهي القصة على كده يا اخوانا. اتمنى تكون القصة عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. وبيس.